والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. إذا علم الإنسان أنه خليفة الله في الأرض لإقامة أحكامه وشريعته لا شك أن تتغير نظرته للحياة. يعني الأول في واحد سمعت أبيات غريبة يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقي فمشيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري، كلها على استفهامات. هذا شعر يقول، هذا واحد شعر تفعيله يسمونه، أي شعر تفعيله جديد عليك الشميسي وذين هم خلينا حنا يا ابو والله يا ابو عمر هذا وراه حلو يجي والله اي لان شعر التفعيل هذا شيء غير، يمكن ما مو في ثقافتنا، يعني تلقاه في الشام تلقاه، يعني ما جانا لا قريب ترى. صح صح، هذا ايليا بن ماضي، كنت تسمع ايليا بن ماضي. فاذا علم الانسان لماذا اتيتنا هذه الحياه، يعني حمل الام تتعب وحمل وانت بهولها الشهر الاول وترقد على ظهرها وتدزلها لكن، ثم انت بهول الحمل وروح وراء مراجعات وودوه للمستشفى وردوها المستشفى وانت بهولها، واخرتها شلوه عاد الاسعاف طاروبه ثم جاك عاد ذا. اسلم اسلم رايك ما فهمتك عليك بس ايه وجاك ذا جاك هذا يحترون هذا الحين ثمن يلا هالرفاعه والسماوه ها بالو لا تسرق و3000 قطعه دراهم كيك وناس يروحون يجون حريم ايش يسمونه الاستقبال استقبال الحين استقبالات ودنيا الله الله. ثم ليه نظرت ناظرته كذا يعني بعد ما كبر عاد جازت له بعد اسلم يعني لين مو على ذاك المستوى اللي واحد والله استغفر الله. أنا أقول يعني الإنسان إذا تصور مهمته في هذه الحياة. نعم صحيح. كل هذه اللي ترى ذكرتها تراها طيبة ومباحة ولا فيها شيء، لكن خليك على قد المستوى. طيب لا ليه طلعت عاد، خليك على ما قال فيما يحب والديك فيما يحب دينك وعلى ما قالوا، وخليك في خدمة ما يرفع من شأن وطنك، وخليك على قولتهم إذا ذكر اسمك لنا اسم مليان، مو هو باخرتها يا مشغلهم في سجن. صحيح. ولا واحد على قولته كلمه طايح له في مخدرات وغثى، نسال الله يعافينا واياه. ولا ديون كلهم صادم له في سياره. في واحد صدموا ولده صدموا ولده بسياره وصدمته والله يعني حليه، يعني ما هي بكثيره لكن قالوا الحمد لله، يعني العوض ما دام راسه الحديد يعوض شوي ويجي ولده منقلب. قال اقول والله يعني ما وصلت عاد الحده، يعني هو اول شيء يقول الحديد واخرته قال لا والله عسى انا نفتك منه بس الحديد. فانا اقول قضيه انا ليش قدمت الى هذه الحياه، هي اسئله ثلاث. ليش انا جيت؟ وش مهمتي؟ وين رايح؟ الاسئله اذا لم تجاوب عليها بحقيقه، يعني تجلس مع نفسك تبعد عندك عنك اي مشغل لك، لان احيانا ترى كثره المشغلات يبعدك عن الوظيفه الرئيسيه اللي انت جيت لها. صح. انا وين جيت؟ طبعا كمسلمين الحمد لله عارفين ان جايين وما خلقت الجن. طيب وبعدين وين رايح له؟ انا اتصور الانسان اذا جلس مع نفسه واجاب الاجابه التي يعني تنبثق من فطرته الحقيقيه، سيكون عبدا صالحا ومواطنا نافعا لوطنك. نعم. الله يسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا ومنكم. بارك الله فيك. فقير خيرا. نفع الله.